السلام عليكم الحباب، معاكم كايمن. ساو اليوم راح نعطيكم كيف نرسمو مدارة من عرطوش كم يعرفوش. دونك نبداو نرسمو دائرة، برك سهلة، نرسمو دائرة عادية، نرسمو فين ساعة علامة زائد، نهبطو خط من فوق يكون شوية طويل على الدائرة، نخرجوه، الخط الثاني شكل ناقص، نرسمو العين تاع مدارة يتبان وحدها برك في الرسمة هذه. في الخط اللي في النص هذاك اللي على شكل ناقص نرسمها في النص على الجانب تاع اليمين. نكملو نرسمو الحاجب فوقها، ساهل نسمو مش صعيب، شعري كنديروها شوية كبيرة، تجي شوية كبيرة من المتابعة. نخشم ساهل نرسمو خط صغير قدام العين، نرسمو زوج نقاط هذوك. الفم نبداو نرسموه من الاخر تاع الدائرة، من تحت خلاص في اخر الدائرة، نرسمو نخشم بعد في النص تحت الفم بشوية، نبداو نرسمو الدقن هذاك الشكل تاع الوجه، ونطلعو زوج خطوط، واحد من اليمين وواحد من اليسار. العين الثانيه تاع مدارات تجي مغطيه بشعر، تسمى داك نرسمو الشعر اللي مغطيها، نجيب شعرات شويه طوال لاباس، تحمل القاعده تكون شويه خشينه وشويه ضيقه، كل ما تروح شعرك كل ما تسديه. نرسمو زوج خطوط تاع رقبه، في هذه الحاله نطولوهم شويه. بعد نرسمو زوج خطوط تاع الكتاف، واحده اليمين واحده اليسار، نرسمو هذاك تاع الكولي تاعو تاع اللبس، ونطولو في الشعرات اللي مازالو تاع لاميش هذوك، نمحيو شويه من بعد الخطوط زايدين باه نوضحو شويه الامور. نبداو نرسمو الدرع تاع مدارة اللي في كتافو، نطولو شويه يجيو تروا بلاك قدام بعضهم على اليمين وعلى اليسار، في زوج عاودوهم من ومن. نرسمو من بعد الشكل العلوي برك تاع الجسم على شكل مربع، ونرسمو ثاني الشكل تاع اليدين بشكل عام باه نعرفو برك وين جايين بلاصتهم. نبداو درك نحطو في التفاصيل، نديرو التفاصيل تاع اللبسه، الشكل العلوي تاع الجسم تاعو هذاك المربع، تنحطو فيه التفاصيل تاع اللبسه، نديرو هذا الدرع. بعد نبداو نرسمو التفاصيل تاع اليدين، نرسمو ليغو، نرسمو يديه، اللبسة، نديرو التطبيقات تاع اللبسة وخلاص، على شكل هداك صاير قديم اللي رسمناه من قبل. دونك بقالنا غير شعر نكملو نرسموه. كما قلنا قبيل الشعر تاع مطرة يجيو عراض من تحت في القاعدة، وكل ما نروحو مع الشعر كل ما سديق، كما راكم تشوفو هنايا تجي مع الأول عريضة وبعد فضيق مع الآخر. Bye.
بهذا نكونوا خلصنا الرسمه او سكتش. يحب يشوف فيها اللون تاع ديجيتالي يتبع معايا. استعملت لوجيسيال كليب ستوديو بينت اسمو. نبدا ساعه مع اللون بالانكن بعد نروح للتلوين. البراش اللي راني نستعمل فيها اسمها ريل جي بان. دونك نبداو في التلوين. نحط الساعة لي كولور تاع لاباس مع اللول وبعدا نزيد الظل. الى حابين ندير فيديو تاع التلوين كيفاش تلون تسمى من الاول للاخر ديرونا ابوني تكونا جام 50 جام ونديرو ان شاء الله بالتفصيل. هذه هي الرسمة النهائية كما راكم تشوفوا. لا تنساوش ديروا النجم وسبسكرايب ابوني فلاشين ليصلكم جديد ان شاء الله. هذا بيس سيكه.